مفهوم الأعمال الصالحة عند قدماء المصريين؟ من الذي يحدد صلاح الأعمال؟ لماذا الصدق صلاح والكذب شر؟ لماذا العفة صلاح والزنا شر؟ ما علاقة الأعمال الصالحة بالأخلاق؟ وهل تصلح الأعمال الصالحة كأساس للقبول أمام الله؟ وهل تصلح الأعمال الصالحة كأساس لغفران الخطايا؟ وما رأي المسيحية والإسلام في قضية الأعمال الصالحة؟ تابعونا في بث مباشر يوم السبت القادم الساعة 12 ظهرا في برنامج أولاد إبراهيم.